حلو كتير ومعبر وحقيقي. لكي انت مشتهي لك شي اكله طيبه. ممتاز، وهذا هو المهم. معناها بهاليومين رح جهز الاوراق وقدم الترشيح. صحيح محروق قلبي مقهور عليهم، شو طالع بي؟ ايه حبيبي، لا تطول بكره على الغدا ناطرتك. ها انت بس تخيل حالك شو راح يصير. كيف لو شفت المرسم قبل ما تحط لمساتها عليه؟ بدك تجيب لي المعلومات ورجلك فوق راسك، فهمت؟